حفظكم الله. تقول في سؤال آخر: أنا مشتركة في جماعة المسجد، وحيث إن المعلمة تلقي علينا في بعض الأيام محاضرات، عندما لا تأتي نقيم نحن جماعة المسجد مثل الفطور البسيط، قهوة أو تمر أو غيره داخل المسجد، وأحيانا نتكلم في أشياء دنيوية، فهل هذا صحيح أو هو لا يأخذ أحكام المساجد الأخرى المقصورة على العبادة؟ إن كانت تقصد ما في السؤال الأول أنه مصلى وليس في مسجد، فإنه لا يأخذ حكم المسجد كما ذكرنا سابقا، يجوز الكلام فيه ويجوز الأكل والشرب فيه وغير ذلك من المباحات، من الأمور المباحة. وأما المسجد الموقوف على الصلاة والذي يعد للصلوات فهذا له أحكام، له أحكام خاصة به تجب مراعاتها، من صيانته من النجاسات والقاذورات، وأيضا يصان عن الكلام في أمور الدنيا والبيع والشراء، ويصان من باب أولى عن الكلام المحرم من غيبة ونميمة وقول الزور غير ذلك. وأما الأكل والشرب في المسجد فلا بأس به إذا لم يحصل تلويث للمسجد والتزم الأدب الشرعي ولم يحصل في المسجد تلويث أو بقايا طعام أو غير ذلك، فإنه لا بأس بالأكل والشرب في المسجد والحمد لله. نعم. فمن يقول يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن بعض أخبار أهل الجاهلية في المسجد، هل هذا من هذا للمصلحة؟ هذا للمصلحة، يجوز إنشاد الشعر النزيه في مدح الإسلام والدعوة إلى الإسلام، وإنشاد الشعر المباح الذي ليس فيه هجاء وليس فيه مجون يجوز هذا في المسجد، لأن هذا يستفاد منه أدبا وحكمة وموعظة، ويستفاد منه أحيانا علما شرعيا، فهذا يجوز إنشاد الشعر في المسجد. وقد أنشد حسان رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إليه، فيجوز مثل هذا لما فيه من المصلحة إما في الدين وإما في الدنيا من الأدب والحكمة والموعظة والاعتبار وغير ذلك. نعم. البيع المنهي عنه، البيع لجميع أنواعه منهي عنه في المسجد، لأنه جاء في حديث وإن كان ليس بالقوي، وأيضا لأن البيع من أمور الدنيا المحضة. نعم. المحضة. إيه نعم، من أمور الدنيا، ومحله الأسواق، محل البيع والشراء والتكسب، حتى التكسب بالصناعات يحرم في المسجد، يعني واحد يجلس نجار أو خراز أو محرم هذا في المسجد، لأن المسجد صان عن هذه الأمور. نعم.